عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الكونتاكتور في مصر 2020. أسعار ومواصفات الكونتاكتور شاندر في مصر 2020. سعر كونتاكتور من شاندر إلكتريك موديل LC1D 115 ام 7 بقوة 115 امبير 4.975 جنيه مصري. سعر كونتاكتور من شايندر الكتريك موديل LC1D 115 ام 7 بقوة 95 امبير 3690 جنيه مصري. سعر كونتاكتور من شايندر الكتريك كوبل 220 فولت 3 فاز بقوة 32 امبير 958 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من شنايدر الكتريك موديل LC1D 40 ام 7 بقوة 40 امبير 1560 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من شنايدر الكتريك موديل LCID 1D 33 ام 7 بقوة 38 امبير 18.5 كيلو وات 1270 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من شايندر الكتريك موديل LC1D 32 ام 7 بقوة 32 امبير 18.5 كيلو وات 1099 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من شنايدر الكتريك موديل LC1D 25 ام 7 بقوة 25 امبير 11 كيلو وات 3 فاز 850 جنيه مصري. اسعار الكونتاكتور في مصر 2020. سعر كونتاكتور من شنايدر الكتريك موديل LC IF 185 بقوة 150 امبير 8600 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من شنايدر الكتريك موديل LC ID 115 ام 7 بقوة 115 امبير 4650 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من شنايدر الكتريك موديل LC 1F 185 بقوة 185 امبير 8600 جنيه مصري. سعر كونتاكتور من شنايدر الكتريك موديل LC 1F 265 بقوة 265 امبير 13.500 جنيه مصري. سعر كونتاكتور من شنايدر الكتريك موديل LC 1D 150 ام 7 بقوة 95 امبير 5400 جنيه مصري. سعر كونتاكتور من شنايدر الكتريك موديل LC 1D 65 ام 7 بقوة 65 امبير 2250 جنيه مصري. سعر كونتاكتور من شنايدر الكتريك بقوة 3 فاز بقوة 32 امبير اكويك بقوة 220 فولت 950 جنيه مصري. اسعار كونتاكتور سيمنس في مصر 2020. سعر كونتاكتور من سيمنس موديل RU 1136 4EDO 15 3 كيلو وات من 22 إلى 32 إمبير 1154 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من سيمنس قوة 4.5 و 6.39 من 100 إمبير 2.2 كيلو وات 500 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من سيمنس موديل RU 1146 4 اوف بي او 18 3 كيلو وات من 28 الى 40 امبير 1398 جنيه مصري. سعر كونتاكتر من سيمنس موديل ار اتش 1131 1 اي بي او او 3 فاز 24 فولت
397 جنيه مصري. سعر كنت أكتر من سيمنز موديل RU 1146 4 GPO بقوة من 45 إلى 63 أمبير 30 كيلو واط 1533 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الكونتاكتور في مصر 2020. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والعمل بلايك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.